بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أما بعد حياكم الله. طيب، احنا كنا يا شباب قلنا في المرة السابقة، كنا وقفنا عند قوله عند صفحة 101 في المجلد الثاني. يلا يا شيخ محمود، فإن قيل لي فماذا تقول في قول الفيلسوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: نفعنا الله به وبكم سيدي، آمين. فإذا قيل لي فماذا تقول في قول الفيلسوف؟ ولما كانت الحقائق الإيمانية بطبيعتها غير مفهومة، فقد وجب أن تكون بعيدة عن متناول العقول، ووجب أن تكون بعيدة عن الشك. طيب، هو الحقائق الإيمانية يا جماعة بطبيعتها غير مفهومة؟ احنا أظن علقنا على دي المرة اللي فاتت ولا معلقناش؟ العقائد الإيمانية بطبيعتها غير مفهومة. يعني إيه غير مفهومة؟ يعني غير معقولة. إذا كان المراد بغير مفهومة إنها غير معقولة، فده غير صحيح، لأن كافة العقائد الإيمانية التي جاءت في الدين الحق، وإحنا بنقول دايما إنه الدين الحق في كل زمان لا يكون إلا واحدا، فإحنا ما نروحش الأديان المحرفة وبعدين نقول ده فيها حاجات غير معقولة، إذا كل الأديان غير معقولة زي ما عمل فرح أنطون زي ما بيعمل غيره. فإذا الدين الحق فيه عقائد، هذه العقائد معقولة بمعنى أنها داخلة تحت أحكام العقل. مفيش عقيدة من العقائد التي جاء بها الدين الحق يمكن أن نقول عليها أن هي غير معقولة. العقائد الإيمانية كلها بتدور بين كونها من الواجبات العقلية أو من الممكنات العقلية. فمن الواجبات العقلية وجود الله سبحانه وتعالى، هذا من الواجبات العقلية. من الممكنات العقلية سائر أو الكثير من العقائد، يعني السمعيات كلها من الممكنات العقلية، فالعقل لا يرفضها، لا يثبتها ولا ينفيها. فإذا جاء الخبر رجح كفة الوجود على كفة العدم. فإذا إذا كان المراد بكلمة إن الحقائق الإيمانية أو المسائل الإيمانية غير مفهومة بمعنى غير معقولة، فده غير صحيح. ما من عقيدة من العقائد التي جاء بها الدين الحق إلا وهي معقولة، بمعنى داخلة في أحكام العقل، بمعنى أنها تدور بين الوجوب العقلي أو الإمكان العقلي. لا توجد عقيدة إيمانية جاء بها الدين الحق الذي هو الإسلام في كل عصر داخلة في باب المستحيلات العقلية. مفيش. طيب، ماذا يقصد بكلمة غير مفهومة برضو؟ يبقى احنا قلنا إذا كان يقصد بها غير معقولة فده غير صحيح. طب إذا كان يقصد بغير مفهومة إنه فيها شيء من الغموض، شيء من الغموض بحيث لا تطابق معلومتنا عن عالم الشاهد، يعني معرفتي مثلا بالحياة بعد الموت أو معرفتي بالحياة البرزخية لا تشبه معرفتي بهذه الحياة التي أحياها. حياتي التي أحياها الآن هي طعام وشراب ونفس طالع وداخل وحركة في المخ والدماغ شغالة والقلب بينبض إلى آخره. فدي طبيعة الحياة. إذا قلنا فلان حي فده المعنى اللي بيتبادر لأذهاننا. فإذا قلنا لحضرتك إن هناك حياة برزخية وقلت لي والله أنا ده بالنسبة لي غير مفهوم، يعني غير مطابق لمعنى الحياة الذي أعرفه أو المعهود بالنسبة لي، أقول لك آه صح.
إذا قلت لي والله أنا بالنسبة لي إن يبقى في حاجة اسمها خلود، ده بالنسبة لي غير معهود ومش عارف هيكون إزاي، يقول لك آه صح. هتقول لي والله أنا مش عارف إزاي يكون في نار والناس فيها عايشين ويتكلموا مع بعض ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وبياكلوا وبيشربوا وإزاي ما بيتحرقوش ويختفوا في ثواني ويفضلوا عايشين رغم إن هم بيحرقوا، يقول لك آه صح. لأن طبيعة الحياة البرزخية، طبيعة الحياة الأخروية مخالفة لمعهودنا في هذه الحياة الدنيا. فإذا إذا قلنا غير مفهومة بمعنى غير معقولة فده غير صحيح، إذا قلنا غير مفهومة بمعنى أنها مخالفة لمعهودنا فده صحيح. واضح يا شباب؟ طيب هنا الكلام ده كلام مين بقى؟ ده كلام ديكارت. ده كلام ديكارت. لما كانت الحقائق الإيمانية بطبيعتها غير مفهومة فقد وجب أن تكون بعيدة عن متناول العقول. طيب هل كل الحقائق الإيمانية بعيدة عن متناول العقول؟ لا، غير صحيح. يعني حتى وإن قلنا إن المراد بأنها غير مفهومة يعني غير معهودة لنا، فهل هي خارجة عن متناول العقول؟ لا، العقول لا ترفضها وهذا يكفي. العقول لا ترفضها وهذا يكفي. يعني هتقول لي نعم أنا لا أعرف الحياة البرزخية كيف تكون، لا أعرف الحياة الأخروية كيف تكون، لا أعرف الميزان كيف يكون، إزاي الأعمال توزن وهي أمور معنوية ليست مادية. هتقول لي لا أعرف الصراط كيف يكون وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. أقول لك نعم أنت هي بالنسبة لك غير معهودة لكنها معقولة، بمعنى أنها داخلة في أحكام العقل، بمعنى آخر أنها ليست من المستحيلات العقلية فتكون من الممكنات العقلية التي لا يترتب على وجودها استحالة، وبالتالي هي داخلة في متناول العقول. فالعقل إذا كان لا ينفيها فهي داخلة في متناول العقول، لأن العقل لا ينفيها، العقل لا يقول باستحالتها، العقل يقول بإمكانها. إذن فقد وجب أن تكون بعيدة عن متناول العقول. هذا الكلام غير صحيح. الحقائق الإيمانية حتى وإن كانت غير معهودة لنا، إن فسرنا غير مفهومة بغير معهودة، تمام، فهذه الحقائق الإيمانية في متناول العقول، في متناول العقول. لما قال فقد وجب أن تكون، ده كلام فارغ. فقد وجب أن تكون بعيدة عن متناول العقول، كلام إيه؟ لا يلتفت إليه، كلام ما يسواش الحبر اللي كتب به. وجب أن تكون بعيدة عن الشك. يعني إيه بعيدة عن الشك؟ لأنه هنا أخينا دوت ديكارت يقول لك إنه الشك ده عمل عقلي، الشك ده إيه؟ عمل عقلي. وبالتالي احنا ما دخلناش الحقائق الايمانيه اصلا في العقل، فانت ما تقوليش بقى وهم وظن ويقين وشك، لا ما تقوليش ده خالص، انا اصلا ما حطيتهاش تحت ميزان العقل عشان تقول لي ده انا شاكك فيها. شفتوا ازاي؟ شفتوا ازاي عايز يقول اخينا؟ والشيخ مصطفى صابر طبعا هيرد عليه دلوقتي، مش هيسيبه الشيخ مصطفى، هيرد على هذا الكلام. فاذا كلام ديكارت الآن ماذا يقول؟ أو ديكارت الآن ماذا يقول؟ يقول إن الحقائق الإيمانية لا تدخل أصلا في حجرة العقل، فهو يعتقد إن الإيمان شيء والعقل شيء، الإيمان في طريق والعقل في طريق، وبالتالي لا تجري قوانين العقل على مسائل الإيمان. وبالتالي حضرتك ما ينفعش تقول لي أنا أشك لأن ده عمل من أعمال العقل، أو أنا أظن لأن ده عمل من أعمال العقل، أنت بس تقول أنا أصدق أو أنا أؤمن. طبعا ده كله جاي من إيه؟ من هذا الفصام الذي تصوره هذا الفيلسوف بين العقل وبين العقل والإيمان. فهو هنا يقينه بالمسائل الإيمانية كيقين المقلد، يقينه كيقين الإيه؟ المقلد، إن صح أصلا أن نسمي ما هو عليه هذا أن نسميه يقينا. وزي ما أنتم قرأتم معنا قبل كده إنه الذي دفع هذا الفيلسوف وغيره من الفلاسفة الأوروبيين عشان ينحوا هذا المنحة هو إنهم تربوا على العقائد النصرانية،
والعقائد النصرانية مخالفة لبديهيات العقول، وبالتالي قال لك يعني إحنا نحتاج إلى الإيمان ولا نستطيع أن نتخلى عن هذه العقيدة. فإذا للحياة صندوق وقوانين وطبيعة مختلفة عن الإيمان وصندوقه وطبيعته، فما تخلطش الأمور ببعضها، فلا تخلط الأمور ببعضها. فطبعا هم لما رأوا ذلك في المسيحية طبقوه على سائر الأديان وظنوا أن هذا هو الحق وهذا غير صحيح. هذا فعلا حاصل في المسيحية لأنها حرفت، ليست هي دين الله سبحانه وتعالى. أما الإسلام فالعقل، العقل والإيمان متعاضدان، متعاضدان يتبادلان الأدوار. فالعقل يتقدم حيث يتأخر الإيمان، يعني أنت ما عندكش إيمان، العقل هو اللي هيقودك للإيمان، هو اللي هيقول لك هذا النبي صادق أو هذا مدعي النبوة هذا صادق أو كاذب، هو اللي هيقول لك والله هذا الإنسان الذي يدعي النبوة أحواله عاملة إيه، هل أصدقه أو أكذبه، هو اللي هيخليك بعقلك تحلل المعجزة هل هي فعلا معجزة ولا سحر. فالعقل هو الذي سيقودك للإيمان، ثم يحل الإيمان بعد ذلك محل العقل ويتراجع العقل، يبقى يصبح الإيمان رقم واحد العقل رقم اثنين، فيصبح دور العقل أو يتحول دور العقل بعد ذلك إلى كيف أفهم النص، كيف أطبق النص. فإحنا عندنا في الدين الحق العقل والنقل أو العقل والإيمان يتبادلان الأدوار، فيتقدم العقل حيث لا يوجد الإيمان ليقود الإنسان إلى الإيمان. فإذا آمن الإنسان بالدين تأخر العقل وصارت له وظيفة، لا يتعطل العقل عن العمل، صارت له وظيفة. ما وظيفته حينئذ؟ أن يحاول أن يفهم النص وأن يتفاعل مع النص وأن يحسن تطبيق هذا النص. طيب يلا نشوف الشيخ مصطفى صبري إزاي هيعلق على كلام هذا الفيلسوف. يلا مولانا. قال رحمه الله: قلت وهذا القول أيضا ليس من الفلسفة في شيء، وإن قاله الفيلسوف ديكارت، لأن كون الحقائق الإيمانية غير مفهومة وكونها أو وجوب كونها بعيدة عن العقول كلها مما يضر الإيمان ويبعده عن أن يكون مداره على حقيقة من الحقائق. يعني إذا أبعدت الإيمان عن العقل أو أن يتصرف فيه العقل أو أن يهتدي إليه العقل أو أن يفهمه العقل أو أن يكون داخلا في حكم من أحكام العقل، إذا أبعدت الإيمان عن هذا كله يصبح الإيمان والخرافة شيء واحد. يعني لا فرق بين إيمان المسيحي بالتثليث وإيمان عم الحج سيد بالغول، أو إيمان الناس اللي على سواحل البحر في اسمها إيدية بعروسة البحر والحاجات اللي هي إيه اللي كانت بتقال في حكاية ألف الليلة دي، يصبح هذا الإيمان من قبيل هذا الإيمان، ده مصدق وده مصدق، ده لو جدلته يجدلك وده لو جدلته يجدلك، والاثنين بيشتركوا في ايه؟ في قوة الإيمان. هتقول لي طب بس بالراحة كده الكلام ده ما يدخلش العقل، يقول لك لا، ما هو أصل الإيمان لا يدخله العقل. فإذا حضرتك أبعدت الحقائق الإيمانية عن العقول هتضر الإيمان نفسه، يصبح الإيمان والخرافة شيئا واحدا، ويصبح الناس غير مفرقين أو لا يستطيعون التفريق بين ما هو حقيقي وما هو ما هو غيبي وما هو خرافي، ما هو واقعي وما هو من اختراع الناس أو من أوهام الناس. طيب أما القول، أما القول بوجوب كون تلك الحقائق التي لا تستحق اسم الحقائق بعيدة عن العقول لتكون بعيدة عن متناول الشك، فكأن العقل منبع الشك وعدو اليقين، ففيه إهانة للعقل ودعاية ضده تنم على العقلية المسيحية المعتلة بهذه العلة. وطبعا الجماعة دولت لأنهم اتقرصوا دينهم، اتقرص من العقل، لأن كل لما تحط الدين تحت دينهم تحت مجهر العقل الدين بتاعهم يتفضح أكثر،
ما فيش ديانة في الدنيا تقول ما تقوله المسيحية أبدا، إن الإله كان في بطن السيدة مريم وبعدين ولدته وبعدين وهو طفل كان بيعمل زي الأطفال، يعني حاجات عجيبة جدا، حاجات ما تدخلش يعني عقل طفل صغير. فهم لما كانوا بيعرضوا هذه العقائد على العقل فيجدون أنها مفضوحة ولا يقبلها العقل، خلاص كده إيه اللي حصل؟ صاروا أعداء للعقل، صار العقل هو منبع الشك وعدو اليقين. تخيلوا يعني العقل المفترض أنه يقود الإنسان إلى اليقين، صار العقل هو منبع الشك وعدو اليقين، بينما المفترض العكس. طيب ففيه إهانة للعقل. عشان تعرفوا حضراتكم بس أنه كلمة العقل والعقلانية التي يكثرون من ذكرها، يقول لك أيوة المسلمين التراثيين المش عارف التقليديين الرجعيين المتخلفين الذين لا يعملون عقولهم، هؤلاء الناس في الحقيقة لا يقرؤون إلا أنفسهم. يعني هو بيعبر عن نفسه، بيعبر عن نفسه، كل من يرى الناس بعين طبعه. هم أعداء العقل بالفعل. فهو يجي بقى يعمل عملية إسقاط ويروح قايل عليك أنت الناس متخلفين، ناس رجعيين، ناس بيطوروش دينهم، ناس مش عارف كذا 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 إلى آخره. والمسلمين في الحقيقة هم ملوك العقل والعقلانية. الأوروبيين حتى هذه اللحظة ضعاف في العلوم العقلية، كلامهم في العلوم العقلية وغيرها كلام في غاية التفاهة والسقوط. غالب أبحاثهم اللي عليها العين يعني أو اللي هي يمكن أن تعتبر هي الأبحاث التجميعية زي كده المكتبة الشاملة. هو يجي في الكتاب عندهم طبعا مكتبة الكونغرس هي مش عارف 2 مليون كتاب وعندهم تسهيلات كتيرة جدا للباحثين، فعنده مصادر مهولة، عنده مصادر مهولة، فيقعد يجمع 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 من هنا ومن هنا حاجات ليها علاقة بالموضوع وحاجات ما لهاش علاقة بالموضوع. فبص ايه ما شاء الله الكتاب ما فيش كلمة إلا عليها مرجع، فالناس تنبهر بهذا. فهم الجماعة الغربيين جهدهم الأكبر مش في تصحيح النظر العقلي بقدر ما هو في جمع المعلومات. قدرتهم على تحقيق المعلومات ضعيف جدا، ضعيف جدا. ماشي. ففيه إهانة للعقل ودعاية ضده تنم على العقلية المسيحية المعتلة بهذه العلة. ومن هذا يجدر بأن يكون ذلك قول ديكارت المسيحي لا قول ديكارت الفيلسوف. يعني هو ديكارت هنا يعبر عن مسيحيته أكثر مما يعبر عن فلسفته. يعني هو لما بيقول الكلمة دي جاية من إيه؟ من أي حتة في ديكارت؟ جاية من مسيحيته. إن الفلسفة لا تقول هذا الكلام، الفلسفة تضع كل شيء تحت منظار العقل. احنا حتى لما جاء نفرق لحضراتكم بين الفيلسوف والمتكلم لو تفتكروا لكم الاثنين بيسلكوا سبيل النظر العقلي، يعني الاثنين سبيلهم ماذا؟ النظر العقلي. لكن المتكلم بيسلك سبيل النظر العقلي مع لحاظ النص، مع لحاظ النقل، في إطار النقل. الفيلسوف بيسلك سبيل النظر العقلي دون لحاظ شيء، يعني هو ما عندوش غير العقل وقواعده دون مراعاة شيء. فانت لما تيجي كواحد بتسمي نفسك فيلسوف وبعدين تهدم النظر العقلي، يبقى ده كده الكلام ده جاي بقى مش من الفلسفة، جاي من حتة تانية، جاي من إيمانك بالمسيحية. فلذلك أحسن الشيخ هنا حين يقول إيه؟ تنم عن عقليته المسيحية لا عن فلسفته. ماشي. قال ومن هذا يجدر بأن يكون ذلك القول، ذلك قول ديكارت المسيحي لا قول ديكارت الفيلسوف الذي كفاه إدراك وجود نفسه للاستدلال به على وجود الله الذي هو موجده، ولم يتأخر للاستدلال عليه إلى إدراك وجود العالم كما هو الدليل المعروف في هذا الصدد. فهل هو في مسارعته هذه إلى الحكم وجود يمدح ديكارت؟ يعني الشيخ هنا بيقول إن ديكارت الذي من خلال إثباته لوجود نفسه أثبت وجود الله سبحانه وتعالى، فهو قال لك إذا كنت أنا موجود فلا بد لي من موجود،
طب ازاي اعرف ان انا موجود؟ انني افكر، انني اشك، والعبارة المشهورة بتاعته انا اشك اذا انا موجود. فاذا هو ديكارت لم ينتظر حتى ينظر في العالم، يعني هو الشائع لدى المستدلين على وجود الله انهم ينظرون في العالم، ومن خلال النظر في العالم واحوال العالم واتقان العالم وابداع العالم وحدوث العالم وتغير العالم يلقى العالم ده لابد له من صانع، يكونش بالاتقان والاحكام والنظام والابداع ده الا وله صانع. ديكارت ما وصلش لهذه المرحله، ولكنه من خلال وجود نفسه اثبت وجود الله سبحانه وتعالى. فهو الشيخ الذي يمدحه ان هو الرجل وصل لوجود الله سبحانه وتعالى عن طريق النظر في نفسه. فهل ديكارت اللي عمل كده واللي وصل لهذه الفكره الجيده هو نفسه اللي يقول هذا الكلام؟ حاجه عجيبه جدا. طيب فهل هو في مسارعته هذه إلى الحكم بوجود الله غير متفق مع عقله، أو كان في اتفاقه معه يساور الشك الذي يلازم العقل؟ لا لا، إن الكاتبين بمصر عن ديكارت وفلسفته لا يعرفونهما، أو لا يعرفهما مراجع هؤلاء الكاتبين من الغربيين، وإنما يعرفون رجلا من فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين الوارثين لفلسفة اليونان المنتهية في تقلب السفسطائية عليها كما سنفصله في فصل النظر في الحسبانية. يعني ديكارت الآن يقول هنا إن الكاتبين بمصر عن ديكارت وفلسفته لا يعرفونهما، لا يعرفوا ديكارت ولا يعرفوا حقيقة فلسفة ديكارت، خلاص، أو لا يعرفهما مراجع هؤلاء الكاتبين الغربيين. يعني إخواننا دول بيرجعوا إلى مراجع الكاتبين الغربيين وبنقلوا عنهم، فبيقول لك أو الغربيين نفسهم لا يعرفون ديكارت ولا فلسفته، وإنما يعرفون رجلا من فلاسفة القرون الوسطى. هم بينظروا إلى ديكارت كرجل من فلاسفة القرون الوسطى الذين ورثوا الفلسفة اليونانية، هذه الفلسفة اليونانية التي انتصرت عليها وتغلبت عليها السوفسطائية. فالشيخ هنا ماذا يريد أن يقول؟ وإنما نريد أن نسجل هنا، ماشي؟ قال: وإنما نريد أن نسجل هنا بمناسبة التدقيق لفلسفة ديكارت أن السبب في شيوع الاستهانة بالعقل والدليل العقلي المنطقي بين المثقفين العصريين بمصر رغم علو منزلة العقل في الإسلام والدليل العقلي المنطقي في نظر علمائه كون منابع الاتصال من هؤلاء المثقفين بعلوم الغرب مشوبة ومعلولة بالعقلية المسيحية أكثر من العقلية الخالصة المتوجهة إلى معرفة الحق. احنا عندنا الآن نوعين من المعرفة، خلاص كده، العقلية، معرفة عقلية مشوبة بالمسيحية وهي ما عليه غالب الفلاسفة الغربيين حتى كبارهم زي ديكارت، وفي معرفة عقلية خالصة متوجهة إلى الحق، يعني لا تصل إلى الحق، غير مشوبة بشيء. الواقع بيقول إن الفلاسفة المسيحيين الغربيين متأثرين في تفكيرهم بالمسيحية ولم يستطيعوا التخلص تماما من أوزار المسيحية على عقولهم ومن ضغط المسيحية على عقولهم وطرائقهم في التفكير. هل توجد فلسفة عقلية خالصة أو تفكير عقلي خالص؟ نعم يوجد خارج هذا الإطار. طيب منين جت اللوثة بقى علشان نربط هذا الكلام بالواقع اللي الشيخ مصطفى صبري ألف من أجله هذا الكتاب؟ إيه الحكاية؟ الحكاية إن إحنا صار عندنا مجموعة من المثقفين في مصر لا يعتدون إلا بالأدلة التجريبية اللي بيسموها الأدلة العلمية، خلاص كده. هذه الأدلة التجريبية أو الأدلة العلمية هي عندهم في أعلى منازل الأدلة. طب لما تيجي تقول الدليل المنطقي أو الدليل العقلي يقول كذا، يعتبر إنه دي حاجات خيالية لا قيمة لها، أو دي حاجات مجرد أفكار وتأملات. يعني هو ما عندهمش فرق كبير بين
التأمل والنظر في الأمور الذي قد يكون منطقيا أو يكون وهميا أو يكون غير ذلك، وبين الأدلة العقلية. هو عندهم التأمل مرادف للنظر العقلي، مجرد رص الكلام، رص الكلام والتأملات الذاتية، ده عندهم هو المرادف للدليل العقلي. بينما الدليل العقلي يسير وفق قواعد منطقية معينة ووفق قوانين عقلية معينة. فهذه العقلية التي تقلد الغرب ورثت عنه هذه اللوثة. الغربيين لما نظروا في الأدلة العقلية التي ساقها الفلاسفة وجدوها ضعيفة، لا تنهض، متأثرة بالعقلية المسيحية. ثم لذلك ماذا فعلوا؟ قال خلاص، إذا الدليل، يعني إذا كانت هي دي بقى الأدلة العقلية اللي انتوا بتقولوا عليها أيها الإخوة، فخلاص إحنا مش عايزين الأدلة العقلية دي، إحنا الدليل الذي سنعتمده هو التجريبي. إخواننا طبعا المثقفين المتربين على موائد الغرب أخذوا عنهم هذه اللوثة، واعتبروا إنه الأدلة العقلية ضعيفة تقليدا لفلاسفة أو تقليدا لمثقفي الغرب. هذا ما وقع. لماذا؟ لأنهم ببساطة ما شافوش في حياتهم خلاص كده حد عليه العين أو حد بيفكر بما يرضي الله. يعني هو بيحكم من خلال المثقف الغربي، حكم من خلال معرفته هو، من خلال تجربته هو الذاتية. ثم المثقف العربي مقلد في هذا المثقف الغربي. طب هل يوجد بقى خارج الأطر دي كلها الفلاسفة الغربيين والمثقفين الغربيين اللي انتقدوهم والمثقفين المسلمين اللي قلدوا المثقفين الغربيين، هل في خارج الأطر الثلاثة ديت تفكير عقلي خالص؟ طبعا يوجد تفكير عقلي خالص متوجه إلى الحق بما هو حق. طيب، وده اللي الشيخ عايز يقول. ممكن نضع هنا عنوان إن أحببتم بعد قوله أكثر من عقلية خلاصة من رجال معرفة الحق. ممكن نحط عنوان بحيث نبدأ من بقي أنه كان من حق فضيلة الأستاذ. هنقول بقى عود لتسنيد مقالة الشيخ المراغي. عود لتسنيد مقالة الشيخ المراغي. هيرجع بقى بعد ما استطرت شوية في فلسفة ديكارت، يرجع لي الكلام الذي قاله الشيخ المراغي والذي ينتقده الشيخ. يلا مولانا، بقي أنه كان من حق فضيلة الأستاذ الأكبر أن يشكو من وجود أناس في زماننا ينظرون إلى الدين ذلك النظر الشذر، لكنه لم يشك منهم ولا من عقولهم، وإنما شكى من حملة الدين أي علماءه. وليس من المعقول أن تكون العقول الناظرة إلى الدين ذلك النظر عقولهم. النظر الشذر هو النظر باحتقار، يعني نظر شذرا، يعني إيه؟ بتقليل من الشأن أو بعدم اكتراث أو باحتقار. الشيخ هنا بيقول إنه الشيخ توجه بمقولته لحملة الدين. ولو تذكروا المقولة اللي احنا قلناها قبل كده، انه توجه لحملة الدين وقال لهم انتم هكونوا سفراء عن الاسلام وهتقربوا الناس الى اليقين وكذا. طيب، لكنه لم يتوجه بهذه المقولة لغيرهم، ده كلام الشيخ. طيب، ثم الشيخ هنا ماذا يفعل؟ يشتكي من انه الخطاب متوجه لحملة الدين، ولا يتوجه الخطاب للذين ينظرون شذرا يعني احتقارا للدين. ينبغي، الشيخ بيقول انه ينبغي ان يكون الخطاب متوازنا، يعني زي ما بنقول للمشايخ يا اخواننا طوروا الخطاب الديني مثلا، يعني الان زي ما بيتقال ينبغي ان نقول للطاعنين في الدين كفوا ايديكم وكفوا ألسنتكم عن الدين، ما تتدخلوش في هذه الامور، او اتعلموا، او يعني احترموا نفسكم، او يبقى ينبغي ان يكون الخطاب ماذا؟ خطاب ليه اتجاهين، ما يبقاش الخطاب لطرف واحد فقط. طيب، ثم إن التقصير الذي عزا إليهم لم يرد به توانيهم في مجاهدة العقول المعتدية على الدين أو في إصلاح أخطائها في اعتدائها، ولا في عدم مسايرتهم حملة العلم بالعلم.
فمن كل هذا يعلم أن فضيلته لا يرى حاجة العلم والعقل إلى تصحيح نظرهما في الدين، أو يرى ذلك غير مستطاع فيتوجه إلى طريق تقوية اليقين، وقد عرفت ما فيه. يعني هو الشيخ مصطفى صبري وجهة نظره أنه ينبغي أيضا أن يتوجه الخطاب لحملة العلم ونقول لهم صححوا نظركم في المسائل الدينية، صححوا نظركم في المسائل الدينية، فلما كان ذلك غير مستطاع لضعف يمكن أو لأسباب أخرى كثيرة، ماذا فعل الشيخ؟ وجه خطابه لحملة الدين. طيب، وفضيلته عندما تمنى التآخي بين العلم والفضيلة، وهو يعني بالفضيلة الدين الذي تلازمه الفضيلة، قد وضع كلا من الدين والعلم في موضع التهمة والوصمة. فوصمة الدين اختلافه مع العلم، ووصمة العلم اختلافه مع الفضيلة ولو في بعض الأحيان. ثم تمنى التآخي والتصالح بين هذين المتجافيين من الدين والعلم ومن العلم والفضيلة، إلا أن هذا التجافي إن كان موجودا بينهما كما زعم، فكيف تمكن إزالته وتبديله بالإخاء؟ لأن العلم يتضمن الحقيقة ويستأثرها، وكل ما يخالفه يخالف الحقيقة فيستحق السقوط، ويكون من المحال إصلاح ذات بينهما، مع كون مخالفة الحقيقة من حيث أنها حقيقة للفضيلة بمكان من الغرابة. وكان الأولى بالأستاذ الأكبر والأنسب بمقامه ألا يقبل التخالف بين العلم والدين ولا يسلم به لمدعيه. عايز يقول إنه كلام الشيخ الأكبر بينطوي على المخالفة بين العلم والدين، فكأن الشيخ بيقر في كلامه بأن الدين يخالف العلم. طبعا يعني زي ما قلنا حراكم قبل ذلك في تعسف في تفسير كلام الشيخ. ماشي. ولا يقبل العلم المتخالف مع الدين الذي لا بد أن يعتقده وضعا إلهيا علما وأن وضعا إلهيا علما وأن يعني يثبت هو الدين هو وضع إلهي. الدين هو وضع إلهي بالتعريف، يعني لما يقول لك ما هو الدين تقول لك وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، ده تعريف الدين. فأنت إذا اعتقدت أن الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول، عمرك أبدا ما تقول أنه بيخالف العقل أو بيخالف العلم. ماشي. وأن يثبت هذه المسائل ببراهين تذعن لها العقول، ولا يتأخر القيام بعباء هذا الواجب لرجل مثل مهاجر عن وطنه ليس عنده كتب تكفي حاجته، ولا قلم متطلع بالبيان العربي. وقد حال بينه وبين مدارس هذه المسائل الدينية العلمية ما يربي على ثلث قرن مضى في الجهاد السياسي مع أعداء الديانة والفضيلة والحرية، وانطوى على اعتقال وهجرتين. ثم إن الظاهرة أن يكون مراد الأستاذ الأكبر من حملة الدين الذي أنحى عليهم باللوائم لعدم مسايرتهم حملة العلم وعدم تحبيبهم الدين للناس علماء الدين، ويلزم من تسميتهم حملة الدين وتسميته الذين جعلهم في مقابلهم حملة العلم أن يكون معتبرا لعلماء الدين جهلاء أخلاء الوفاض، يعني أخلاء الوفاض من العلم، جمع خالي الوفاض من العلم، يعني لا علم عنده. ثم إن الظاهر أن يكون مراد الأستاذ الأكبر من حملة الدين الذين أنحى عليهم باللوائم لعدم مسايرتهم حملة العلم وعدم تحبيبهم الدين للناس علماء الدين،
ويلزم من تسميتهم حملة الدين وتسمية الذين جعلهم في مقابلهم حملة العلم أن يكون معتبرا لعلماء الدين جهلاء أخلاء الوفاض من العلم. يعني هذه المقابلة التي جعلها الشيخ بين حملة الدين اللي هم علماء الدين وفي مقابلهم حملة العلم، فهو عايز يقول إنه يلزم عن ذلك مجموعة من اللوازم، هيعد منهم كام الشيخ؟ 3 لوازم، خلاص كده، أن يكون معتبرا لعلماء الدين أو أن علماء الدين جهلاء، ويعتبر أن علماء الدين جهلاء من العلم، أو يعني ما عندهمش العلم، أو عندهم جهل بما ينتجه العلم، أو الاحتمال الثاني أو يكون غير معتبر لما عندهم من العلوم علما، يعني الدين ما بيعتبرهوش علم. الاحتمال الثالث كونه يقلد الغربيين ومقلديهم من كتابنا في قصر العلم على العلم المادي المبني على التجربة الحسية، وهو الذي نعير به مصر الحديثة، والذي نرفضه ونعنى بمكافحته في هذا الكتاب. يبقى 3 لوازم، 3 لوازم الشيخ ألزم الشيخ المراغبي، الشيخ مصطفى ألزم الشيخ المراغبي. انتوا حضراتكم قولي كده، ايه رأيكم في اللوازم ديت؟ ما رأيكم في هذه اللوازم التي ألزم بها الشيخ مصطفى الشيخ المراغبي؟ يعني كلها لوازم كأنها لوازم بعيدة سي جدا. طيب ايه اللازم القريب؟ هو الشيخ المراغي لم يتهمه بالجهل، يعني الشيخ المراغي مجرد يعني هو فصل في كلامه بين الدين والفضيلة، بين العقل وبين العلم والفضيلة، يعني وبنى الشيخ مصطفى رحمه الله كل هذا اللوازم على هذه الكلمة، أنه فرق بين العلم والفضيلة. هو الموضوع ببساطة إن الشيخ المراغي ماذا فعل؟ استخدم العرف السائد في معنى كلمة العلم، ومن غير ما يكون قاصد لأي شيء من هذه اللوازم، لا هو عايز يقول إنه علماء الدين أخلاء الوفاض من العلم، أو إنه مش مع أو إنه يعني يكون معتبر أن الدين ليس علما، أو أنه بيكون مقلد الغربيين. لا ده يا مولانا، يعني الشيخ المراغي لا هذا لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، هو كل ما في المسألة أنه جعل هذه المقابلة، جعل حملة الدين في مقابلة حملة العلم من باب الاستخدام العرفي للكلمة، ليس أكثر. وإحنا كنا شبهنا لحضراتكم قبل كده المسألة بإيه؟ بالعلمي والأدبي. احنا عندنا في المدارس الثانوية، ما عرفش عندكم في سوريا الوضع ازاي يا شيخ محمود، انه في الطالب بيدخل اما المسار العلمي او القسم العلمي او القسم الادبي. نعم سيدي جدا. فهو ما حدش ابدا لما بيدخل علمي يتقال له انت مالكش في الادب مثلا، ولا حد لما بيدخل ادبي بيتقال له انت خلاص العلوم دي ليست علما، انت بتدرس كده اي حاجة مش علم. يعني معنى لم يرد، هو مجرد تسمية عرفية ليجمع الطالب أو ليكون لدى الطالب اللي احنا هنسميه عرفا أدبي العلوم الإنسانية، أو الغالب على دراسته العلوم الإنسانية، الطالب اللي احنا هنسميه عرفا برضو طالب القسم العلمي هيجمع في دراسته العلوم التجريبية فقط. فهو الشيخ المراغي لم يكن يقصد إلا الاستعمال العرفي الشائع الكلمة واستخدام، يعني هتقول لي طيب ما هو الاستخدام العرفي ده غير صحيح، انت ممكن تقول لي كده برضو ان العرف غير صحيح في جعل الدين مقابلة في العلم، او انه يقسم الناس الى حملة الدين وحملة علم، لان الدين علم بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبار انه مبني على حقائق، واحنا قلنا العلم هو معرفة الشيء على ما هو به، فالدين علم بهذا المعنى. طيب فانت ممكن تقول لي كيف يستخدم الشيخ هذا المعنى العرفي الباطل؟ أقول لك يا سيدي، هو الشيخ ببساطة ما كانش بيألف بحث علمي، الشيخ كان واقف في كلمة بيودع فيها الطلاب زي ما الشيخ أورد، وإحنا في كلماتنا العادية في حياتنا العادية
بنتوسع في الكلام، بنتوسع في الكلام. ولو الشيخ استخدم الكلمة بهذا المعنى الباطل فراوي الكفر ليس بكافر. يعني الشيخ قد يستخدم هذا المعنى الشائع وهو غير موافق عليه، غير موافق عليه، لكن هذا هو الشائع، فأنت تريد أن تخرب كلامك للناس فتقول لهم كذا وكذا وتستخدم هذا المعنى. فأنا شايف أنه لما تحاكم قبل ذلك أنه في تحميل الكلام أكثر ما يحتمل. طيب هنا ممكن نحط عنوان بعد كلمة هذا الكتاب بحيث يبدأ عنوان عند قوله أما قوله فقد أدى العلم واجبه. ممكن نحط عنوان هنا لو حضراتكم عايزين، هل أدى العلم واجبه نحو البشر؟ هل أدى العلم واجبه نحو البشر؟ أما قوله فقد أدى العلم واجبه نحو الجماعة البشرية وفكر في الكون وقدر واهتدى إلى السنن الإلهية، فيرد عليه أنه لو كان العلم أدى واجبه نحو البشر لما أعرض ونأى بجانبه عن الدين وتركه مذموما مخذولا. يقول الشيخ في الحاشية: بل قال الأستاذ فرح أنطون مناظر الشيخ محمد عبده كما نقلنا غير مرة أن العدو الحقيقي للأديان في هذا الزمان هو عدو جديد أخرجه التمدن الجديد، وهذا العدو اللدود هو مبادئ العلم المادي المبنية على البحث بالعقل. قال: ونأى بجانبه عن الدين وتركه مذموما مخذولا. أليس من واجب العلم الذي فكر وقدر واعتدى إلى السنن الإلهية أن يهتدي إلى الدين الإلهي؟ أليس الدين حقيقة من حقائق من الحقائق جديرة باهتمام العلم؟ بل أكان من شأن العلم أن تفوته حقيقة من أكبر حقائق كالدين الإلهي حتى يعده أصحاب فلسفة الوضعية الإثباتية حالة ابتدائية للإنسان قبل تطوره إلى حالة كمالية؟ ويرى كبار كتاب مصر مثل هيكل باشا ورئيس تحرير مجلة الأزهر هذه الفلسفة جديرة بالاهتمام والاقتداء. وفضيلته يحيط علما بأن العلم، لا نستطيع أن نقول أن العلم خدم البشرية وهذا العلم لم يساعد هذه البشرية على الاهتداء إلى الدين الحق. وكلام الشيخ هنا الحقيقة عنده حق فيه لدرجة كبيرة جدا، لأنه ما فائدة أن الواحد أو أن العلوم تفتح لنا الدنيا وفي عندنا تكنولوجيا وننتقل بين البلدان بكل سهولة والإنسان يلبس كويس ويعيش كويس ويعني يبقى ياخد مرتب كويس ويبقى عنده سيارات فارهة وكذا، ثم هو في النهاية لا يعرف ربه الذي خلقه، ثم هو في النهاية يعيش كما تعيش الأنعام، حالته أنه يحتاج فقط أنه يأكل ويشرب ويتجوز ويخلف، لا إذا تجوز، حالته أنه لا يعرف هل في حياة بعد الموت أو لا. فالدين هنا هيبقى فعلا لم يؤدي واجبه نحو البشرية. إن وظيفة الدين وظيفة العلم إذا قلنا أنه أدى واجبه أنه يهدي الناس إلى الحقائق، وظيفة العلم أنه يهدي الناس إلى الحقائق بحيث الإنسان يبعد عن الأوهام بالعلم. طيب فإذا قلنا أن العلم لم يهدي الناس إلى هذه الحقيقة الكبرى اللي هي أنا على الأرض بعمل إيه ورايح فين بعد الموت، إذن العلم لم يؤدي واجبه. طيب برضو هنقول أنه كلام الشيخ المراغي ما فيهوش إنكار للنقطة دي. يعني لو إحنا قلنا للشيخ المراغي: مولانا هل أدى الدين واجبه تجاه البشرية مع أنه لم يهدي هذه البشرية إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك: لا، من هذه الناحية الدين لم يؤدي واجبه، لكن أنا أقصد بأن العلم أدى واجبه نحو البشرية الآتي: إن العلم خدم البشرية، إن سهل حياة البشرية، فهذا مراد الشيخ. طيب وفضيلته يحيط علما،
ففضيلته يحيط علما بأن العلم الذي ذكره مقابلا ومزاحما للدين لم يهتدي إلى ما اهتدى إليه من السنن الإلهية على أنها سنن إلهية، وإنما على أنها سنن طبيعية. فإذا لا يصح ولا ينبغي له أن يشهد بأن العلم أدى واجبه نحو البشر، بل العلم لم يؤدي من الواجب ما أداه الدين الذي عابه فضيلته بالتقصير في أداء واجبه. بناء على أن الدين، الشيخ مصطفى هنا عايز يقول إنه كما أن الدين لم يؤدي واجبه وقصر في التواصل مع المتعلمين العلوم الحديثة، فالشيخ عايز يقول كذلك العلم لم يؤدي واجبه تجاه الناس جميعا. طيب ثم ماذا بعد؟ قال بل العلم لم يؤدي من الواجب ما أداه الدين الذي عابه فضيلته بالتقصير في أداء واجبه، بناء على أن الدين اعترف بحق العلم وفضله ولم يعترف العلم بحق للدين ولا فضل. فهذا العلم خليط بالجهل، كما أن العقول التي تنظر إلى الدين نظرها إلى شيء تاريخي خال من الحياة، والتي ذكرها فضيلة الأستاذ كأنها عقول العقلاء، عقول المجانبين الضالين. فهذا العلم خليط بالجهل، كما أن العقول التي تنظر إلى الدين نظرها إلى شيء تاريخي خال من الحياة كأنها عقول العقلاء أو عقول المجانين الضالين. بمعنى إنه العلم الذي يتحدث عنه الشيخ هو علم خليط بالجهل. لماذا هو علم خليط بالجهل؟ لأنه لم يهدي الناس إلى الدين الحق. وهذا العلم لماذا هو خليط بالجهل أيضا؟ لأنه لا يعتبر النظر العقلي كدليل يعتد به، وإنما لا يعتبر إلا التجريب. طب كويس، قال كما أن العقول التي تنظر إلى الدين نظره إلى شيء تاريخي، يعني في عقول موجودة عند مثقفين المسلمين العرب مقلدة الغرب إن الدين ده شيء تاريخي لا علاقة له بالحياة التي نعيشها، فهو حاجة مضت وانقضت وإحنا حياتنا نصرفها كما نشاء. خلاص كده، هذه العقول التي ذكرها فضيلة الشيخ والتي ذكرها فضيلة الأستاذ كأنها عقول العقلاء، عقول المجانين الضالين، يعني ليست عقول، يعني كأن هذه ليست عقول وإنما هي عقول في مجانين. ليه عقول في مجانين؟ لأن هذه العقول لم تؤدي بهم إلى معرفة الدين الحق، ولم تؤدي بهم إلى القول بأنه الدين يصلح لهذا الزمان كما صلح للأجيال الماضية. فعقولهم لم تؤدي بهم أو لم تقودهم إلى الحق كما هو في نفسه، ولما عقولهم لم تقودهم إلى الحق كما هو في نفسه كأنهم فاقدين لهذه العقول، كأنهم فاقدين لهذه العقول، أو فيهم عقول لكنها عقول المجانين، كأنها عقول لكن عقول المجانين. طيب هيبدأ الشيخ الآن الحديث عن نموذج آخر من حال المثقفين في النصر الحديثة، ممكن حضراتكم تكتبوا هذا العنوان عندكم أيضا، نموذج آخر من حال المثقفين في مصر الحديثة. ماشي يلا يا مولانا. هذا وانظر إلى قول جريدة السياسة فيما كتبته عن البعثة الأزهرية المارة الذكر، وهي تسمي أعضاءها طلاب الأزهر في حين أنهم كانوا مدرسين. إنهم تقول الجريدة إنهم سيواجهون نهجا في البحث جديدا لعلمهم لم يألفوه أثناء دراستهم. لعلهم لم يألفوه أثناء دراستهم بمصر، وإنهم سيلاقون مشقة أول أمرهم في التوفيق بين مقتضيات هذا النهج وما يوجب عليهم دراستهم الأزهرية،
وأي مشقة أكبر من أن يطالب الإنسان ليكون بحثه علميا صحيحا بأن ينكر كل ما يعرفه وأن لا يثبت شيئا على أنه علمي إلا إذا قام عليه دليل من التجربة والملاحظة والاستنباط. أو ده كلام فارغ بقى، يعني ده كلام طبعا ليس ككلام الشيخ المراغي أبدا، أو ده الكلام الذي ينتقد بالفعل، ده الكلام فعلا الذي يستحق أن ينتقد. لما تقول إن الطلاب دولت وهم مش طلاب، هم مدرسين، يعني هم مشايخ، مشايخ في الأزهر رايحين يدرسوا في أوروبا. وأنا قلت حضراتكم قبل ذلك إن كان النهج اللي موجود إن الطالب في الأزهر ينال دكتوراه في الأزهر ثم يذهب بعد ذلك للدراسة في أوروبا، يجمع بين الثقافتين زي ما حصل مع الشيخ دراز وغيره من المشايخ، الشيخ حليم محمود وغيره. ودي حاجة جيدة بصراحة، يعني أنا كنت شايف إن هي كويسة، خاصة إذا ذهب الطالب أستاذ أو حد معاه دكتوراه، فهو هيروح فعلا يثقل نفسه، ومش هيروح عيل صغير ممكن يضحك عليه، أو مش هيروح ينبهر بالمناهج الغربية فيتأثر بهم سريعا زي ما حصل مع البعثات الأزهرية الأولى طه حسين وغيره. فده كان شيء كويس. فهو هنا لما يقول لك إنهم إيه بقى، إنه هؤلاء الطلاب اللي هم مش طلاب هيلاقوا مشقة كبيرة علشان يكون البحث العلمي بتاعهم بحث علمي صحيح ينكر كل ما يعرفه. معنى ذلك إنه البحث العلمي الصحيح معناه إن الواحد ينكر كل ما يعرفه. هل معنى ذلك إن البحث العلمي الصحيح ألا يثبت شيئا على أنه علمي إلا إذا قام عليه دليل التجربة والملاحظة والاستنباط؟ هل معنى ذلك إن ما تعلمه الطالب في الأزهر لم يقم عليه دليل لا التجربة ولا الملاحظة ولا الاستنباط؟ كلام في مجازفة، فضلا عن أنه فيه انهزام شديد جدا. يعني اللي كتب هذا الكلام إنسان مهزوم حضاريا، مسحوق حضاريا، مش مهزوم بس مسحوق. يقول لك دول ناس يتعلموا في الأزهر لكن هيروحوا يتعلموا هناك البحث العلمي الصحيح اللي هيبدأوا بقى معهم من أول وجديد، يعني هناخدهم كده على بلاطه، ينكر كل ما يعرفه ويبدأ بك يتعلم إزاي العلم يكون. ده معنى الكلام يعني. طيب نشوف بقى كده الشيخ ماذا سيقول. فهو من طراز قول الأستاذ فرح أنطون، فهو من طراز قول الأستاذ فرح أنطون مناظر الشيخ محمد عبده حين تكلم عن مناوئة العلم للأديان. يقول الشيخ في الحاشية: وكان هذا التكلم من الأستاذ فرح ردا على الشيخ في دعواه أن الإسلام دين عقل، بأنه لو كان الأمر كما ادعى الشيخ كان الدين علما، وكان مثل العلم مبنيا على التجربة. وكون يعني لما الشيخ محمد عبده قال له الإسلام دين العقل، قال له لو قلت إن دين العقل يبقى الدين علم، وبالتالي العلم ينبغي أن يكون مبني على التجربة. يعني يشوفوا مغالطات وتركب بعضها فوق بعض. يعني هو تصور أولا أنك عشان يكون الدين عقلاني لازم كلمة عقلاني تبقى مرادفة لكلمة علمي، وكلمة علمي ينبغي أن تكون مرادفة لكلمة تجريبي، وكل دي ظلمات بعضها فوق بعض، وكلمنا عنها كذا مرة. ماشي. وكون السياسة اللي هي جريدة السياسة يعني وكون السياسة تتكلم عن طراز قول الأستاذ فرح أنطون شاهد صدق جديد لما قلنا من خصم الشيخ محمد عبده في المناظرة عن خصم الشيخ محمد عبده في المناظرة، أنه كسب تأييد الرأي العام بمصر أكثر من الشيخ، بل تقول حتى الأستاذ الأكبر المراغي تلميذ الشيخ محمد عبده يتابع رأي الأستاذ فرح في كلمته التي ألقاها على بعثة الأزهر عند توديعها بمحطة القاهرة كما درسناها آنفا، ولا يتابع رأي أستاذه. دي برضو يعني إيه، مش لطيفة من الشيخ، إنه بيقول إنه الشيخ المراغي لا يتابع الشيخ محمد عبده، إنما يتابع فرح أنطون في قوله هذا. يعني كلام غير دقيق، وفيه أيضا زي ما قلنا تحميل للكلام أكثر مما يحتمل، وبنى عليه هذا الحكم. طيب نرجع بقى لكلام إيه فرح أنطون فوق في المتن. فقال إيه بقى؟
إن العلم لا إن يقبل العلم إن العلم لا يقبل إلا ما ثبت بالتجربة والمشاهدة والامتحان. أما إضافة الملاحظة والاستنباط في قول كاتب السياسة إلى التجربة فهي لا تغير مركزها الأول ولا يدل على شيء غير إلقاء الكلام على عواهنه، لأن الأمرين اللذين ذكرهما بعد التجربة وهما الملاحظة والاستنباط إن كانا كافيين وهما الملاحظة والاستنباط إن كانا كافيين في بناء البحث العلمي عليهما فلا يختلف نهج الدراسات الأزهرية التي لا يتصور أن تخلو من كل ذلك عن النهج الجديد الذي سيلاقيه أعضاء البعثة في الدراسات الغربية. وإن كان يعني هو عايز يقول إنه كلامه الأخ اللي كتب هذا الكلام لما كتب كلمة إلا إذا قام عليه دليل من التجربة والملاحظة والاستنباط، واحد كاتب بيكتب كلام هو مش عارف إيه هو، لأنه الملاحظة والاستنباط مش من ضمن المنهج العلمي اللي رايح الطلاب دول يدرسوه في الغرب. الملاحظة والاستنباط دي لا تعد علما عندهم. انت اذا قلت الملاحظة والاستنباط يبقى الطلاب دول رايحين يدرسوا نفس المنهج الازهري اللي هم درسوه، لان المنهج الازهري مبني على هذا، على انه مصادر العلم ثلاثة: العقل والحس اللي هو التجربة والخبر. فانت لما تضيف الملاحظة والاستنباط يعني الاثنين كده معناهم العقل، فكده الطلاب يعني سيتلقون العلم بنفس الطريقة فلا جديد إذن. فهو عايز يقول لك إن الكلام كده إيه؟ كلام ما فيش حد بيحاسب عليه، وكلام لا زمام له ولا خطان. لذلك بيقول هنا إيه؟ إنه إن كان كافيين في بناء البحث العلمي عليهما فلا يختلف نهج الدراسات الأزهرية التي لا يتصور أن تخلو من كل ذلك عن النهج الجديد. يعني هو المنهج الأزهرية فيه حقيقتها لا تخلو عن هذا. ماشي. وبعدين وإن كان اللازم، وإن كان اللازم ليكون البحث علميا صحيحا أن يجمع إلى الملاحظة والاستنباط دليل التجربة، وعلى أن تكون التجربة بيت القصيد المقدم على الجميع، فحينئذ يلزم أن يكون أول التطورات التي تستقبل أعضاء البعثة الأزهرية أن يرجعوا عن الاعتراف بوجود الله لعدم كونه اعترافا علميا مبنيا على التجربة. نعم. فإذا كان أساس العلم كل ما تعلموه من علوم قبل ذلك، وهنصفر العداد ونبدأ معهم من الصفر، وإن هم لازم هيتعلموا إنه العلم مبني على التجربة، فأول حاجة لازم يعملها طلبة الأزهر المشايخ إن هم ينكروا وجود الله، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالتجربة. ماشي. وإن كان اللازم ليكون البحث علميا صحيحا أن يجمع إلى الملاحظة والاستنباط دليل التجربة، وعلى أن تكون التجربة بيت القصيد المقدم، فحينئذ يلزم أن يكون أول التطورات التي تستقبل أعضاء البعثة الأزهرية أن يرجعوا عن الاعتراف بوجود الله لعدم كونه اعترافا علميا مبنيا على التجربة. فإذا كان أساس العلم الصحيح في الغرب هو التجربة والمشاهدة اللتين لم تتأسس عليهما الأديان، وإذا كان أعضاء البعثة شدوا الرحالة إلى الغرب لينكروا كل ما تعلموه في الأزهر، فويل لهم وويل لمصر منهم عنهم منهم. بين أن الذين يعدل الحال كون ما كتبه كاتب السياسة محصول العقلية البسيطة التي لا يندر أن يصادفها الإنسان في هذه البلاد، والتي لا تنبئ عن معرفة صحيحة لا بالغرب ولا بالشرق، والتي لا تنبني على معرفة صحيحة لا بالغرب ولا بالشرق. ثم أسدى كاتب السياسة إلى قارئها من الحقائق المعلومة له أن الشك أول مراتب اليقين، وأن أساس المنهج العلمي الصحيح الذي على طلاب العلم أن يأخذوا به وأن يعتبروه نهجهم وطريقهم الشك في كل شيء. طيب. لكن مسألة الشك التي ابتكرها الفيلسوف الكبير بوتر. طيب.
هنا الشيخ عايز يقول ان الاخ اللي كتب هذا الكلام الذي لا زمام له ولا خطام والذي لا معنى له، يعني ده ايه الحاله العلميه السائده او الحاله العقليه السائده عند الكثير من الناس الذين يكتبون في الامور العامه. فهو محصول العقليه البسيطه، يعني العقليه السطحيه التي توجد في كل مكان. وهذه العقليه رغم انها تكتب فهي لا تنبني على معرفه صحيحه لا بالشرق ولا بالغرب. بعدين هنا ثم اسدى كاتب السيسي الى قرائها، انت قلت ايه؟ قارئها، الى قرائها من الحقائق المعلومه له ان الشك اول مراتب اليقين. طيب، لكن مسألة الشك التي ابتكرها الفيلسوف الكبير ديكارت، والتي كثيرا ما يذكرها كتاب مصر العصريون، ليست كما يعلمه كاتب السياسة وغيره من أن النهج العلمي الشك في كل شيء حتى يكون واجبا على طلاب العلم، لا سيما طلاب العلم في أوروبا بعد أن كانوا مدرسين في الأزهر، أن يأخذوه ويعتبروه نهجهم وطريقتهم. ونحن نبين حقيقة هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الكلام عن فلسفة ديكارت، ونتم ما بيناه قريبا. طيب، هو هنا الشيخ عايز يقول إنه الأخينا الكاتب الصحفي ده زي كتير من الكتاب الصحفيين، يعني اللوثة دي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. جماعة الصحفيين بيكتبوا في الصحف دولت الله يهديهم، الواحد منهم مش في الغالب تكوينه العلمي ضعيف للغاية، في الغالب معلوماته في غاية السطحية، في الغالب كلمة من هنا على كلمة من هنا بيكون فكرة ولا يكتب لك عمود ولا يكتب لك يعني في جريدة أو مقال أو كده، ويعني كلامهم مش مبني على علم رصين. بيمثل هنا الشيخ بإيه؟ بفكرة الشك اللي أخينا فسرها بإنه إيه الشك، لازم الواحد يشك في كل شيء ويبدأ كده زي ما قلت لكم هنصفر العداد مع الطلاب من الأول. بينما الشك الديكارتي مش كده أصلا، يعني الشك الديكارتي هو الشك المنهجي وليس الشك المطلق. وفي فرق بين الشك المنهجي والشك المطلق. الشك المطلق هو فعلا الشك في كل شيء اللي أخينا الكاتب بيقوله، لكن شك ديكارتي كشك الغزالي، شك منهجي يعني شك بهدف الوصول إلى الحقيقة. فيعني الشيخ يعني ده نموذج جابه علشان يقول لك يعني ادي حال ايه جماعه موجهي الراي الكاتبين في الصحف في مصر، بعد ما جاب نموذج من ايه من مشايخ الايه من مشايخ الازهر اللي هو الشيخ المراغي، اللي احنا قلنا لحضراتكم انه الشيخ يعني ايه يعني تكلف في تفسير كلامه بعض الشيء. هنقف هنا ونبدا المره القادمه ان شاء الله من البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، برهنة العقل على وجود الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.